إذا فقد العلماء حصل الشر والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما حدث الشرك في قوم نوح إلا بعد فقد العلماء، لأن قوم نوح زين لهم الشيطان أن يصوروا صور الصالحين ليتذكروا أحوالهم بزعمهم ينشطون على العبادة، فأطاعوا الشيطان وصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، والشيطان يريد لهم الشر ويريد لهم الهلاك، ولكنه لا يقدر مع وجود العلماء. فلذلك لم يأمرهم بعبادة تلك الصور مع وجود العلماء، وإنما انتظر حتى إذا مات العلماء ونسخ العلم أو نسي العلم قال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله. لما لم يكن فيهم علماء هونهم عن ذلك فحدث الشرك وحدث الدمار في قوم نوح كما ذكر الله جل وعلا للقرآن، وهذا سببه فقد العلماء.